أسعد الناس من أسعد الناس، أسعد الناس من أسعد الناس. إذا أردت أن تعلم من هو أسعد الناس، هو الذي يدخل السعادة على قلوب الناس. لماذا؟ لأن الله يعامل كل واحد منا كما يعامل خلق الله. قال الله عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فكلما تدخل السعادة على قلوب الناس سيدخل الله تعالى السعادة في قلب. ولهذا أمثلة كثيرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. وقال صلى الله عليه وسلم: من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا ولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق يا ابن آدم في سبيل الله ينفق الله عليه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. ما الذي يفعل الله عز وجل؟ يفسح الله لكم، يعني انظروا حتى أقل القليل، يعني مجلس ودخل أخوك المسلم وتريد أن تدخل السرور على قلبه، ما فيه مكان، افسح له، واضع وقم له وخليه يجلس مكانك. فإذا أدخلت السعادة في قلبه وفسحت له وسع الله عز وجل عليه. كان بعض السلف يقول: إني لأفرح أن أكون في المجلس فيدخل الرجل فأفسح له رجاء أن يوسع الله عليه. نسأل الله الكريم من فضله. ومن الأمثلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة. يعني أنت بشر ضعيف، روح تحاول تقضي حاجة أخوك المسلم، فمن الذي يقضي حاجتك؟ الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيها الإخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إنسان أنت أقرضته وعلمت أنه معسر فتركته لله تعالى وقلت: يا فلان قد عفوت عن المال الذي لي عليك، تدري ما الذي يحدث؟ يسعدك الله ويرد الله عز وجل هذا المال أضعافا مضاعفة في الدنيا، ثم ييسر الله عز وجل عليك كروبات الآخرة. اسمعوا ماذا يقول الله تعالى في من يدخل السرور على الناس ولو من ماله، من جهده، من وقته، يبذل أي شيء. اسمعوا ماذا يقول الله: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. من أمثلة ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: اللهم إن ولي إن أمر أمتي شيئا فرفق بها اللهم فارفق به.